صح الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع يوبانا طاب قمبري. دائما في اطار اننا بغينا نتعلموا الاله ديال القمبري بطريقه سهله، طريقه ديال الطابلاتور، يعني كنحاولوا اننا نبسطوا لكم اي طرح بغيتوا تعزفوه او بغيتوا تلعبوه بالاله ديال القمبري بطبيعه الحال. اليوم هذا الطرح قناوي، طرح يعني محبوب واي واحد غيبغي يلعبو. الطرح ديال اليوم هو هي جات لالعيشة، يعني لالعيشة القناوية غادي نلعبوها بالطريقة ديال الطابلاتور. غادي نشوفو لي طاب لي عندنا ومن بعد غادي ندوزو للقمبري ديالنا. اولا قبل ما نبداو عندنا في هذا المورسو هذا غادي نحاولوا نقسموه يعني لشقين، غادي نحاولوا نلعبوا الشق الاول اي غادي ندوزوا للشق الثاني في النهايه ديال الفيديو يعني في التتمه. هنا عندنا خمسه ديال لي طابلاتور اللي غادي نحتاجوهم اللي غادي يعني نبداو بهم. اولا غادي نحاولوا نعزفوا يعني الطرح ديال ها هي جات لالعيشة. هنا البارتي الاولى في هذا المورسو اللي غادي تكون سهله، يعني غادي نحاول نلعبوها بهذه الطريقه. عندنا النوطه الثانيه وعندنا الدير خاوي وعندنا الدير، يعني غادي نتبعوا ليها النوطه الثانيه ولكن بطريقه ديال التبرقيمه بهذه الطريقه. تبعوا ليها يعني دير مرة أخرى و النوطة الأولى واحد بهذه الطريقة. الوسطيه اذا بغينا نحذفوها راه يمكن لينا نحيدوها، لكن يعني غادي نحاولوا نلعبوها يعني باش نوعوا في اللعب ديالنا. غادي نحاول نلعبوها مره اخرى. عندنا البارتي الثانية، عندنا البارتي الثانية غادي نبداو يعني بالتحتية، فيها التحتية خاوية. عندنا واحد في الدير بهذه الطريقة، غادي تكون عندنا تبرقيمة مرة أخرى، يعني غادي نلعبها بهذه الطريقة. عندنا صفر مرة أخرى في الاحتياء بهذه الطريقة.
مرة أخرى أقسم يعني نجم الغيمة جوج مرات بالطريقة إيه عندنا نوطة جوج أو واحد واحد صفر إيه هنا صفر في الدي إيه هنا واحد بالطريقة غادي نزيدوها صفر في التحتية إيه صفر في الدي غادي نحاول نعزفوها كاملة عندنا الوسطية في الأخير كالعادة يعني لغينا نزيدوها غادي نحاول نعزفو يعني البارتي كاملة بالطريقة إيه عندنا التتمة يعني البارتي الثالثة البارتي الثالثة غادي تكون سهلة بالنسبة لكم عندنا دو نوت اللي غادي نسبقو فيهم في الدير هما صفر واحد صفر واحد إيه عندنا التحتية صفر واحد إيه ثلاثة إيه صفر غادي نلعبوها سهلة نعاودوها صفر واحد في الدير صفر واحد في الاحتياء ثلاثة اي صفر نحاول نجمعوا لي بارتي بثلاثة باش تبان لنا يعني الجملة الموسيقية اللي بغينا نلعبوها عندنا البارتي الأولى البارتي الرابعة البارتي الرابعة اللي كتعزف بهذا الشكل غادي نحتاجو فيها هاد لي نوط هنا النوطة الأولى في الدير هنا دو نوت في الاحتياء اي نوطة في الدير بالطريقة غادي نزيدوها الاحتياء خاوية اي واحد اي صفر هاد واحد صفر غادي نديروها يعني بالتبرويلة غادي نجرو نحاول نلعبوها باش تبان
نزيدوها تبرويله اخرى يعني في الدير ان واحد صفر زرة واحد صفر غادي نعود من الاول كما شفنا في يعني في البارتي الثالثة ديجا شفناها ديجا شرحناها نعاودوها صفر واحد صفر واحد ثلاثة اي وسطية غادي نعاودو البارتي الرابعة من الاول عندنا البارتي الاخيره يعني في هذا الشق الاول من المورسو ديال هيجات للعشاء عندنا الجزء يعني البارتي الاخرى اللي هي الميمه اللي نقدروا نغنيو بها في هذا المورسو غادي نقترح لكم جوج اللي نقدروا نستعملوهم الاولى اللي عطيتكم ديجا في الطابلاتور اللي هي دير خاوي او تحتيه يعني فيها الاولى اي النوطه الثالثه اي الوسطيه كتلعب بهاد الطريقة يعني كما كتشوفوا معنا نقدروا نغنيو بها وننسوها بطريقة سهلة غادي نعاودوها نقدروا نستعملوا طريقة يعني سهلة طريقة أخرى اللي هي نستعملوا فيها دي اي تحتية خاوية النقطة الثالثة اي وسطية الطريقة نقدروا نعيشوها اللي نعاودوها دابا غادي نحاولوا نعزفوا يعني لي بارتي كاملين باش نشوفوا يعني الصورة الكاملة ديال هاد الشق الأول من هيجات للعيشة